هنعمل سلطة الحمص والفلفل المشوي. تعالوا بينا بس نشوف المقادير كده وبعدين نتكلم احنا شوينا الفراخ ازاي وسلقنا الحمص ازاي، كل ده هنقوله مع بعض. مقاديرنا هتكون عبارة عن 2 كوباية من الحمص المسلوق، يعني 1/4 كيلو حمص، 2 فلفل رومي مشوي، هنحتاج كمان 1/2 كوباية بصل أخضر متقطع شرايح صغيرة، 1/2 كوباية من الخيار المخلل متقطع مكعبات صغيرة جدا، 1/4 كوباية من البقدونس المفروم، و1/4 كوباية من الشبت المفروم، و1/4 كوباية كزبرة خضرة مفرومة، 1/2 كوباية ذرة حلوة. مش قادرة اقول لكم السلطة دي كده تكوينها كله خطير بجد، والدريسنج بتاعها كمان تحفة ولايق عليها جدا. الدريسنج او التتبيلة بتاعت السلطة دي هتكون عبارة عن 2 فصين من الثوم مفرومين ناعم جدا، يعني دقنهم في الهون كده، ومعلقتين كبار من عصير الليمون، 1/2 كوباية من الطحينة، معلقتين كبار من زيت الذرة، ومعلقة صغيرة كمون وملح. دي كده مقادير التتبيلة بتاعت السلطة. تعالوا نمسك بقى يعني حاجة حاجة. احنا عندنا هنا 2 حاجات الأساسيين معانا اللي هم الحمص المسلوق وكمان الفلفل المشوي. الحمص بنجيبه طبعا بننقيه لو في اي حاجة مش مظبوطة، حص والكلام ده كله، ونغسله كويس قوي وبننقعه حوالي 6 ساعات، يعني من بالليل للصبح. اقوم الصبح بقى اروح شطفاه من ميه النقع، ده ضروري جدا ان احنا نرمي ميه النقع دي، وابتدي احط عليه بقى ميه مغليه وارفعه على النار. هرفعه على النار واحط له حوالي 1/4 معلقه صغيره من البيكنج صودا، تمام، علشان تسهل معايا التسويه وما يطولش معايا على النار، واديله رشه ملح بسيطه واسيبه بقى رشه الملح البسيطه دي بعد ما خلاص يكون دخل في التسويه. كده خلاص الحمص اتسلق وبقى جاهز معانا، تمام. طيب ازاي نشوي الفلفل؟ الفلفل ده اللي هو الفلفل الرومي الكبير الاحمر. بعمل ايه؟ بحط عليه شويه زيت ورشه ملح وابتدي اغلف كل واحده فلفل في ورقه الومنيوم وادخلها الفرن يتشوي ويتظبط كده، وبعدين اطلعه وهو مقفول لسه في الورق الالومنيوم، اسيبه شويه يبرد. لما بسيبه يبرد وهو متغطي كده بالفويل زي ما هو، اللي بيحصل ان هو بينطر القشره بتاعته، فيبقى تقشيره بعد كده بكل سهوله، خاصه كمان لو القشره بتاعته اخذت لون كده شويه، فببتدي اقشره واقطعه بيبقى جاهز معايا. كده خلاص سلقنا الحمص، شوينا الفلفل، تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هبتدي اجيب يعني طبق اخلط فيه المكونات بتاعتي، ده مش طبق التقديم، ده طبق عادي، وابتدي انزل بقى كل مكونات السلطه. عندنا زي ما اتفقنا الحمص مسلوق ومتصفي، هحط عليه بقى الفلفل اللي احنا شويناه وقطعناه حتت صغيره، طبعا طعم الفلفل المشوي بيبقى حلو جدا. هحط البصل الاخضر، والالوان معانا بقى مش قادره اقول لكم حلوه قد ايه، خيار مخلل هيدي طعم حلو قوي قوي. عايزه اقول لكم سلطه كده يعني كلها عناصر مختلفه ومفيده جدا، غنيه بالفيتامينات. احط كمان الذره، كل ده احنا مصفيينه. ننزل بقى بالخضره اللي هي بقدونس وكزبره وشبت، وده بقى هيضيع معانا طعم البصل خالص، مش هيخلي بقى طعم البصل يكون نفاذ. وايدي الشبت، نخلط بقى المكونات دي مع بعض كويس. سلطة الحمص من السلطات المشبعة، يعني لو حد بيعمل نقول ايه حمية دايت الكلام ده كله، بيقلل شوية من الاكل بتاعه، فدي وصفة لذيذة جدا بتشبع وتملى المعدة كده وتخليكي قاعدة فترة مش عايزة تاكلي زي الفل. وعشان الحمص من البقوليات اللي ممكن تعمل انتفاخات، فضروري يتحط فيها كمون، عشان كده هتلاقوا التتبيلة بتاعتهم او الدريسنج بتاع السلطة فيها كمون. طبق، وابتدي بقى ايه احط فيه الطحينة، والطحينة دايما مع الحمص بتبقى خطيرة. بسم الله،
هحط كمان عصير الليمون، فصين الثوم اللي دقنهم، الكمون. وهنا بقى في نقطة، احنا حاطين خيار مخلل فضروري اخلي بالي من الملح. خيار مخلل يعني نسبة الملح فيه عالية، فعلشان كده هنا في التتبيلة يا دوبك احط شعرة بس كده من الفلفل، بسيطة خالص من الملح ومن الفلفل، تمام؟ ما نكترش ملح بقى علشان عندنا هنا فيه خيار مخلل. طيب انا محتاجة ازود كمان شوية مية، مية من الحنفية عادية جدا. ونخلط بقى الكلام ده كله كويس. عايزة بقى طعم الصوص ده يبقى كريمي اكتر، غني اكتر، ممكن تضيفي معلقة كبيرة من المايونيز معاه، ويا سلام بقى، او الزبادي كمان هيبقى حلو قوي قوي. زبادي بقى لو بنعمل دايت هيبقى تحفة. زي ما انتم شايفين كده، يعني اكلات الدايت بتاعتنا خطيرة. ايوه احنا بنرضي جميع الاذواق. القوام بقى حلو قوي، تمام، مش تقيل تقل جامد ولا خفيف قوي علشان ينزل كده يتغلغل جوه الحاجه بتاعت السلطه، مكونات السلطه كلها، وناخد طعم لذيذ دار مع بعضه بالوانه الخطيره. وزي ما قلت لكم بقى سلطه لذيذه ومشبعه في نفس الوقت. شايفين الجمال والالوان تحفه. عندنا بقى كمان الصوص الخطير اللي احنا عملناه مع بعض. ناخد كده بقى وننزل على السلطه بتاعتنا. وزي ما قلت لكم الصوص قوامه حلو قوي، لا هو خفيف قوي فينزل يقعد في الارضيه، ولا هو تقيل قوي ما ينزلش للمكونات اللي تحت، لا قوامه متوسط كده وخطير زي ما انتم شايفين. مش عايزه اغطيه كله، فهحط باقي الصوص في صوصيره كده تتقدم جنب السلطه. كمان الطبق بتاعنا ممكن نديله كده ايه شرايح لطيفة من الليمون كده، شريحتين فلفل. وبكده يكون طبق السلطة بتاعنا جاهز للأكل. ممكن ناكله بقى، نحمص شوية عيش جنبه فيبقوا لذاذ جداً.